احبابي كديري لاباس عليكم، نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا معايا فيديو جديد على القناه، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فاليوم غادي نحضر معكم تحليه بالشوكولا اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي بحال دونات يعني غزاله بزاف. فكنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وندوزوا للمكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي عندنا، عندنا مكونات جد بسيطه. كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا نصف لتر ديال الحليب، عندي هنا جوج معالق كبار مملوئين ديال مايزينا، ومايزينا هي النشا ديال الذره كيف كتشوفوا معايا هنايا، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو باودر اللي خصو يكون مر، هو هذا اللي كنستعمل. وعندي هنايا ثلاثه المعالق كبار عامرين ديال سكر حبيبات. وهنا عندي كيف كتشوفوا معايا الشوكولا اللي كيكون نسبه الكاكاو فيه عاليه، هنا عندي 70% هو اللي كيكون زوين. الا ما متوفرش عندكم فبامكانكم ديروا جوج معالق ديال الكاكاو باودر. كندوزو للطريقه اللي غادي نحضروا بها التحليه ديالنا. كيف شفتوا معايا هنا عندي واحد الطنجره صغيره، وضعت فيها اول مكون هو الحليب، كنضيف له السكر حبيبات. المهم بالنسبه للسكر كيبقى دائما حسب الذوق، فبامكانكم ديروا نسبه اكثر من 3 ديال المعالق على حسب الحلاوه نتوما اللي كتبغيو. هنا غادي نضيف ملعقه ديال الكاكاو اللي قلت لكم، الا ما عندكمش الشوكولا اللي وريتكم بامكانكم ديروا جوج معالق كبار ديال الكاكاو في هذه المرحله هذه. وهنا كنضيف مايزينا ولا النشا، كنضيف جوج معالق حتى هما كبار، وكنخلط المكونات كلها مع بعض قبل ما نحطها فوق النار. كنستمروا في التحريك جيدا حتى كتنسج من المكونات كلها مع بعض. فهاد المرحله ضروريه، خصنا نحركوا المكونات كلها مع بعض قبل ما نوضعوها فوق النار. وضعتها على النار، خصها تكون نار مهيله، ما خصهاش تكون نار مجهده بزاف. المهم كنحرك ونستمر في التحريك، ما كنوقفش نهائيا حتى كيولي القوام ديالها كيف كتشوفوا معايا ثقيل. المهم من بعد كندوزو وكنضيفوا لها الشوكولا. بالنسبه للشوكولات انا فوضعت لها 40 غرام، فبامكانكم ضيفوا 50-60 غرام شحال ما بغيتوا تضيفوا. كنحركوا مزيان وكنوضعوها، ضروري الشوكولات كنوضعوه وهي يعني التحليه ديالنا سخونه، وخصنا نخلطوا ولا نحركوا يعني بسرعه، لانه دغيا كيولي كتقال. فهنا ملي داب ليا الشوكولات خصني ضروري مباشره ندوز ونحطها في الكؤوس ديال التقديم. كتشوفوا كنستمر في التحريك حتى كيدوب لي الشوكولات اللي ضفت كامل. مهم في هذه المرحله خصني نكون موجده الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم. وكيف قلت لكم بالنسبه للشوكولات اللي ما عندوش يدير غير الشوكولا باودر اللي ولا الكاكاو المر اللي ضفنا في الاول، يدير جوج معالق كبار. المهم كيجي القوام ديالو بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للكؤوس ديال التقديم اللي عندي انا فهما كبارين، انا هذا القياس ولا ديال المقادير اللي عطيتكم فكيعطي 4 ديال الكؤوس صغار، والا بغيتوا اكثر فبامكانكم تضاعفوا المقادير. المهم درتو في الثلاجه وحتى كيبرد، خصنا ضروري نخليوه في الثلاجة حتى كيبرد لينا جيدا، ومن بعد كندوزو نزينوه. بالنسبة للتزيين دائما كيبقى على حسب الاختيار، شوفوا نتوما باش ما بغيتو تزينو باللوز بالكوك. انا دزت هنا عندي شويه ديال القرقاع، المهم زينت به هكا وخديت هكا الموز اللي قطعته هكا دوائر وزينت به، وغادي نضيف هنا شويه ديال هكا ممكن تزينوا صافي يعني شويه ديال الشوكولاط هكا
وانتما تزينوا باش ما زعما بغيتوا. والمهم كنتمنى ان هاد الفكره هذه تكون عجبتكم. كندير نفس الشيء سميتو الكاس الاخر وكنزينو تقريبا بنفس الطريقه. بعد ما ساليت الزين ديال الكوز ديالي كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجي منظرهم غزال ومذاقهم رائع. فكنتمنى انكم تجربوهم، اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. اكيد غادي ندوق التحليه ديالي وغادي نوريكم كيف جات. مهم كيف كتشوفوا معايا جات عاقده، وهذا راجع اننا ضروري خصنا نخليوها تبرد مزيان في الثلاجه وعاد ندوزو نزينوها. جات رائعه. الناس اللي كيبغيو الشوكولا غتعجبكم 100% هذه. المهم هكا جا الشكل ديالها. فكنتمنى انكم تكونوا شفتوا لا فيديو من الاول حتى الاخير، ولا اول مره كتشوفي هذه القناه وعجباتك فكنقول لك مرحبا بك. ضروري اشتركي عندي وخليو ليا ضروري لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه. القاكم فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.